الشارع الكبير. هذا يعني بغيتي تدوز معاه ساعة المكانة ب 80 أورو تركب بشكليطة. إذا كما قلت لكم السائح راه يعني بالنسبة لهم بقى راه حلو. والفنانة كل واحد والرزق ديالو. تلاحظوا هذه كترسم لا جوكونت. سيدة قد فنانة راه فنانة. انتما تلاحظوا وفي الارض دونك دي توريست من كل الاصناف دي موتار ومن كل الاعمار يمين شمال. هادو هما البشكليطات اللي قلت لكم يعني بحال الطاكسي. وهادي كنظن ان هاد المساله جايه من اسيا لان هادو موجودين في اسيا بزاف. حنا عندنا لي تريبورتور. علاش ما تكونش شي مبادره وانه هادو كيخدموا بواحد الطريقه يدير يعني مجلس بلدي انه يعطي رخصة ولكن بمواصفات معينة يعني بواحد دفتر تحملات يحدد فيه السعر يحدد ليزيتينرار المسألة ديال لاسيرونس التأمين الأمن. يعني حتى السائح ما غادي يركب شيء مع راكم كتعرفوا بلا ما نعطي أوصاف لأصحاب لي تريبورتور راكم كاملين كتعرفوهم. علاش ما نفتحوش المجال ولكن بطريقه راه المغربي راه كيتربى اذا كنا حنا مربيين وعندنا النيه حسنه وكنبغيو البلاد. راه هذاك داك السيد اللي غنعطيوه رخصه ونتبعوه يعني ونصاحبوه ونرافقوه في هذا المشروع هذا سبل النجاح موجوده. وفي طنجه ناجحه هذه الفكره هذه لان طنجه عندها انشئنا الباتريمون ديالها فيه المدينة القديمة فيه جهة لاكوت فيه جهة ديال الرميلات فيه يعني فيه يمكن يمشي الجهة ديال بني مكادة. نقول بني مكادة شي واحد يقول لي اش غتديه توريه ما هناش كتوريه هنا كتوريه لا رياليتي شنو عندهم. عندهم اماكن فين كي يبيعوا عندهم هانتوما كتلاحظوا عاود دي تروك كوم سا. اذا في عاود تريبورتور هاد اللعيبات هادو حنا داك تريبورتور ها انتم كتلاحظوا. وهادو كلهم وسائل لحل بالسائح بكروسة بشكليطة بكابايو. ها الكابايو ها هو يعني الكوتشي ديالنا ها هو هادشي باني. والدولة كتدي الحق ديالها حتى هي في الضرائب وتوسيع الوعاء. هنا هاد الأنشطة اللي كنسميوها أنشطة توفيدية معلاش ما ردوهاش أنشطة إيجابية ومدرة للدخل لجميع الأطراف ولكن مقنة. أنا كنعطي دي زيدة وصافي ما المسؤول الحقيقي على تطوير القطاع السياحي راه عندنا تبارك الله عندنا المعهد العالي للسياحة كيخرج الأطر وعندنا وزارة السياحة وعندنا مهتمين ب يعني شنو غنسميهم دوك العاملين في هذا القطاع والصاهرين عليه من أصحاب الفنادق وأصحاب البازارات هالهم مجرد الناس كلهم غنجي أنا نفهم عليهم. ولكن سوي سير بأن كلهم كيخرجوا على برا وما عرفتش هاد الناس هادو اللي كيجيو للمغرب علاش ما كيكونش عندهم مبادرات. واش ما عندهمش غير على البلاد ديالهم. واش انا فين ما كنشوف شي حاجه مزيانه كنقول علاش ما تكونش هاد المساله هذه في بلادي علاش. حتى حنا بني بشر حتى حنا عندنا لو باتريمون ديالنا الشيء اللي عندنا عاود ما عندهمش. مثلا اذا مشينا لمراكش مكناس فاس
فاس المدينه القديمه راه شي حاجه ولكن حنا ما كنعطيوهاش اهميه اللي تستحق، ممكن نردوها مصدر دخل. ايوي